مساء الخير حبايبي، كيفكم اليوم؟ الكل بيعرف انه اليوم 17 الشهر يوم الميزانية بهولندا، دايما بيصدف ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر من كل سنة. يعني هاي السنة اجا يوم 17، السنة الجاية يمكن ما يجي تاريخ 17، ولكن الواحد لازم يحسب ثالث يوم او ثالث ثلاثاء من كل من شهر سبتمبر. شو هو يوم الميزانية؟ بيحكوا عن خطة الحكومة المستقبلية، يعني بالسنوات القادمة شو ممكن يصير. بيحكوا عن اللجوء أكيد، عن إذا بدهم يعلنوا أزمة اللجوء اليوم أو لا أكيد رح نخبركم أول بأول. بيحكوا عن الصحة، عن التعليم، عن القدرة الشرائية، عن كتير مواضيع أصدقائي، ومن ضمنهم اللجوء بهولندا بشكل عام اللجوء. فبدنا ننتظر الأخبار. أنا بس هيك حبيت خبركم شو هو يوم الميزانية، بأنه بيحكوا عن خطط هولندا المستقبلية. للتفاصيل أكثر، جريدة أخبار هولندا 24، الأستاذ وائل نجيب هو حاطط كل التفاصيل، شو هو الميزانية أو شو هو يوم الميزانية عفوا، شو بيصير شو ما بيصير. طبعا اليوم بلشوا الساعة 1:15، وللتفاصيل أكثر تروحوا على أخبار هولندا 24 على الفيسبوك وتقروا كل التفاصيل. أنا حبيت هيك خبركم أصدقائي على السريع، اليوم فيديو هيك رح نزله هلا شوي بكير بعتقد، وتحياتي لجميع. أكيد شو بيصير شي جديد رح نخبركم بالأخبار، إذا رح يعلنوا أزمة اللجوء ما رح يعلنوا، في قرارات جديدة حكوا بأمور اللجوء لم شمل، رح نحطكم بالمعلومة. تحياتي لجميع.